بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، لا بد أن نستقبل شهر رمضان بتوبة نصوح في كل شيء. هو خير مما يجمعون، أي كلام الله عز وجل خير مما يجمعون من أمور الدنيا. يصرف الإنسان وقته وماله من أجل تجارة دنيوية، وما علم المسكين أن كلام الله عز وجل خير مما يجمع فيه المال والأوقات. اعلم أن الله لا يكتب علينا شيئا وفيه مشقة أبدا، ومن وجد مشقة في طاعة الله وفي عبادة الله فليراجع نفسه وليقف مع نفسه وقفة مهمة. لماذا العبادات ثقيلة عليه؟ لماذا إتياني إلى المسجد فيه كسل؟ وهذا من صفات المنافقين، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. قف مع نفسك وقفة حقيقية وسل نفسك: إلى متى؟ إلى متى الإعراض عن ذكر الله؟ إلى متى الغفلة عن طاعة الله؟ إلى متى يسبقنا الناس إلى طاعة الله وعبادته ونحن في مكث وفي غفلة وفي سفول وفي نزول وفي دنو إلى الدنيا؟ بدلوا، غيروا. نعم، والجزاء كما بعد عن دين الله في الدنيا أبعدهم الله عن حوض نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يا في يوم شديد الحر تدنو الشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل، ومع ذلك يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم الشفيع المشفع يوم القيامة لأمته، ويقول: يا رب أمتي أمتي. هو الذي يقول لمن غير بعده وبدل: سحقا سحقا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، التمسوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمات ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. ومن هذه النفحات موسم الخيرات والطاعات والعبادات، شهر رمضان المبارك. هذا الشهر الكريم وهذا الشهر العظيم الذي خصه الله تبارك وتعالى بخصائص لم تكن في غيره، وأول هذه الخصائص أن شهر رمضان هو الشهر الوحيد
الذي ذكره الله باسمه في كتابه الحكيم. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فذكره باسمه ولم يذكر أي شهر من الشهور الأخرى غير شهر رمضان. ثم ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين، وفي رواية: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. فهذا الشهر العظيم فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة في رمضان نودي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير، يا من تريد الخير أقبل وتعال في هذا الشهر العظيم، فسعيك مقبول ومبارك بإذن الله، ويا من تريد الشر أقصر وقف مكانك واعلم أنك داخل على شهر الخيرات والبركات، فإما أن تريد الخير فهلم وتعال، وإذا أردت الشر فامكث مكانك وأقصر عنه والتزم بالطاعات والعبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ولله عتقاء من النار، أي في شهر رمضان، وذلك كل ليلة. فكل ليلة من ليالي شهر رمضان يعتق الله تبارك وتعالى الكثير والكثير من عباده المؤمنين، يعتقهم من النار ويكتب لهم البراءة من جهنم. فيا له من شهر عظيم، شهر أوجب الله عز وجل صيامه. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من كان حاضراً ومقيماً وجاء عليه شهر رمضان فإنه يجب عليه أن يصوم نهاره. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فهو ركن من أركان الإسلام وأساس من أسسه. ولم لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من صام رمضان إيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وإيمانا أن الله كتب وفرض صيام شهر رمضان على عباده المؤمنين واحتسب الأجر في ذلك من الله عز وجل، لا رياء للناس ولا سمعة، بل احتسب الأجر من الله على ذلك، عن إمساك الطعام والشراب والشهوة نهار هذا الشهر العظيم، واحتسب الأجر في ذلك، غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الشهر العظيم أيضا، من قام شهر رمضان، أي من قام ليالي رمضان
أي من قام الليل بالصلاة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا كما ذكرنا واحتساب الأجر أيضا كما ذكرنا، أي قام في صلاة التراويح إيمانا بالله وأن هذه طاعة إلى الله عز وجل، وإيمانا بأن هذه قربة إلى الله عز وجل، واحتسب الأجر في ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل من فضائل صلاة التراويح، أن من صلى صلوات التراويح في الشهر كله غفر له ما تقدم من ذنبه. ليس هذا كلامي، إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا وإن في هذا الشهر العظيم ليلة، ليلة مباركة، ليلة خير من ألف شهر، إنها ليلة القدر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، وألف شهر يساوي أو يعادل 84 سنة. أرأيتم رجلا عنده من العمر 84 سنة صائم بالنهار قائما بالليل، يصوم النهار يقوم الليل 84 سنة وأكثر، خير من ألف شهر في ليلة واحدة. أيها الأحبة الكرام، شهر رمضان أنزل الله فيه القرآن. قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وفي شهر رمضان عبادة من العبادات أصبحت من النوادر، وهي الاعتكاف في بيوت الله عز وجل، لا سيما في العشر الأواخر من رمضان. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا استحبابا بأن يعتكف المسلمون في هذه العشر الأواخر من رمضان، يلتمسوا فيها ليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. في شهر رمضان فيه زكاة تجب على الكبير وعلى الصغير، إنها زكاة الفطر، زكاة رمضان. شهر رمضان يعقبه فرحة للمسلمين، إنها فرحة عيد الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره، أي قيل في كل يوم من أيام رمضان يفرح المسلم بالفطر بعد أن أمسك عن الطعام والشراب والشهوة طوال النهار. وتفسير آخر: عند فطره، أي من الشهر كاملا، وهو دخول عيد الفطر. وفرحة عند لقاء ربه بهذا الصوم الذي خصه الله عز وجل له. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فانفردت هذه العبادة لله عز وجل، وشرفها الله عز وجل أن أضافها إلى نفسه سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به.
لماذا؟ لماذا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؟ الصوم أيها الأحبة قل ما تجد فيه مرائي يرائي الناس بهذا أو بهذه العبادة. فمن صام فلا يفتخر بأنه صام. ثانيا أنه إذا انفرد بنفسه وأصبح في خلوة من الممكن أن يأكل أو يشرب، لكنه أمسك عن ذلك حتى وإن كان بمفرده طاعة وعبادة لله عز وجل. ثانيا أن الصوم عبادة ليست في باقي الأديان الأخرى من أديان الكفار، فدين الكفار قائم على الهوى. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والصوم يمانع ويعاكس ويضاد الهوى، إذ أنه قائم على المنع والإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، عن الأشياء المحببة للإنسان بالفطرة. فالإنسان لا يتحمل الجوع، لا يتحمل العطش، لا يتحمل أن يأتي شهوته، ومع ذلك يمسك عن كل هذا طاعة لله. فلا تجد أحدا من الكفار يصبر على الجوع وعلى العطش وعلى الشهوة طاعة لآلهته. فالصوم يختص به عباد الله سبحانه وتعالى، فكل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لله تبارك وتعالى. فهنيئا لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وهنيئا لمن قام مع المسلمين في ليالي رمضان في صلاة التراويح، وهنيئا لمن راجع نفسه قبل هذا الشهر العظيم وينظر في أمره ويفتش في نفسه، هل هو قائم على طاعة الله أم على معصيته؟ والإنسان بطبيعته لا يخلو من معصية، إلا أنه فرق بين أن يقوم الإنسان بمعصية الله بإرادته وعزمه، وفرق بين أن يأتي المسلم بمعصية الله غير القوة والعزم والإرادة، أو غلبته نفسه ثم ذكر الله فاسترجع وعاد إلى الله عز وجل في ذكر صفات المتقين في كتاب الله عز وجل. قال الله عن المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإنسان ينظر في نفسه، هل هذه المعصية التي أنا قائم عليها هل سأصر عليها في رمضان؟ هل سأصر عليها بعد رمضان؟ هل سأصر عليها من الآن؟ فالذين يتعدون حدود الله عز وجل من أكل ميراث أخواته البنات، ومن منع ميراث البنات وإعطاء الميراث للأبناء الذكور فقط، هذا من تعدي حدود الله. وتوعد الله عز وجل الذين يتعدون حدوده بعذاب أليم، تلك حدود الله. ومن تعدي حدود الله أن يأكل الحرام ويترك الحلال الذي أحله الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل فيما اكتسب أمن حلال أم من حرام، المهم إن هو ياخد المال وبس، لا يمنع إذا كان من حلال ويتحرى هذا الأمر ويفتش فيه ويسأل ويتبين، أم من حرام لا يهمه. يأتي على الناس زمان لا يبالي فيه الرجل أيكسب من حلال أم من حرام، المهم إن جيبه يكون عمران، المهم إن بطنه تكون مليانة، لا يهم أمن حلال أم من حرام. من تعدي حدود الله عز وجل أن يتعدى الإنسان على حقوق إخوانه المسلمين فضلا عن حقوق أشقائه من البنات والبنين، بأن يؤذي جاره، بأن يشتم هذا ويسب هذا ويخوض في عرض هذا وأن يتكلم على هذا وأن يوقع بين هذا وهذا، كل هذه من المحرمات لا يجوز لأحد أن يصر عليها وأن يستمر فيها، لا في رمضان ولا قبل رمضان ولا بعد رمضان. أيها الأحبة الكرام، لا بد أن نستقبل شهر رمضان بتوبة نصوح في كل شيء، توبة نصوح من التقصير في العبادات. كم رجل يأتي لصلاة الفجر والله لو أن عنده سفر لا قام قبل موعد السفر بأكثر من ساعة استعدادا للسفر وصلاة الفجر، بل إن كثيرا من الموظفين يقومون على موعد الدوام والعمل ولا يقومون على موعد صلاة الفجر. المداومة على العمل والشغل خير أم طاعة الله عز وجل والإتيان إلى المسجد لتشهد صلاة الفجر مع الناس ومع المسلمين؟ أتظن أن مداومتك على العمل خير لك من الصلاة؟ لا والله، أبدا والله، فالذي رزقك هذا العمل هو الذي طلب منك الحضور للصلاة، هو الذي أمر المؤذن بأن يقول الصلاة خير من النوم، هو الذي أمر المؤذن أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فكيف يتجرأ الإنسان على ألا يلبي نداء الله ويلبي نداء العمل والشغل والدوام؟ إن هذا لأمر مؤسف يقلل من دين الرجل، إذ أن الطاعات تزيد من الإيمان. لذلك في شهر رمضان يقبل الناس على الطاعات. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة يقرأ عليه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الريح المرسلة. تخيل هذا في رمضان، فكان أجود الناس صلى الله عليه وسلم عموما في رمضان وفي غير رمضان، وكان أكثر من ذلك في شهر رمضان. وعلينا أن نكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم اسما وفعلا، لا نكون من أتباعه اسما فقط، بل لابد أن نكون من أتباعه عملا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يزعم كل واحد منا محبته
صلى الله عليه وسلم أجود الناس في غير رمضان أيضا، فهذا من النوافل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الليل حتى تتورم قدماه من القيام والوقوف، ولما سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيد ولد آدم بهذه الطريقة، فكيف بنا نحن المساكين؟ أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شهر رمضان مما شرف به أنه أنزل فيه القرآن، والقرآن كلام الله نزل إلى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الله حقيقة من غير تحريف حفظه الله وتولى الله حفظه. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم تمتد إليه أيدي البشر كما فعل بالتوراة والإنجيل، بل حفظه الله سبحانه وتعالى. مدح الله الذين يتلون كتابه، قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة مع رب العالمين لن تخسر أبدا، يوفيهم الله عز وجل أجرهم. يرجون تجارة لن تبور، لن تخسر أبدا. وينبغي على كل مسلم أن يمسح التراب عن مصحفه ثم يفتح كتاب الله ويبدأ في تلاوته. المفترض في غير شهر رمضان، وفي شهر رمضان أولى بأن يقرأ فيه كلام الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل كل ليلة من رمضان فيعرض عليه كلام الله عز وجل. وكان المسلمون من قبل وأئمة المسلمين يتركون كل الأعمال ويتوجهون إلى كتاب الله تلاوة. والتلاوة المقصود منها أمور، منها العمل بما تقرأ، منها العمل بما تقرأ. فإذا قرأت وأقيموا الصلاة، وقرأت واركعوا مع الراكعين، توقف واعمل بهذا الأمر. أقم الصلاة مع الراكعين في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن يذكر فيها اسمه. وكذلك الأمر بالزكاة، وكذلك الأمر بالصوم، وكذلك الأمر بالحج لمن يستطيع، وكذلك العمرة، وكذلك أدي حقوق المخلوقين، حقوق الوالدين، وحقوق الأبناء، وحقوق الجار، وحقوق الإخوة المؤمنين، فضلاً عن الإخوة الأشقاء. تحرى الحلال، واصرف نفسك وابعد كل البعد عن الحرام. فهذا من المقصود في تلاوة كتاب الله. وأيضاً كتاب الله عز وجل هدى
ونور ورحمة وفيه شفاء للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي كلام الله عز وجل خير مما يجمعون من أمور الدنيا. يصرف الإنسان وقته وماله من أجل تجارة دنيوية، وما علم المسكين أن كلام الله عز وجل خير مما يجمع فيه المال والأوقات، هو خير مما يجمعون. فخسارة، خسارة لكل مسلم لا يتوجه إلى كتاب الله، لا يتلو كلام الله، لا يتبع ما في كتاب الله، وما يعمل بما في كلام الله، خسارة. وأنا أدعو كل إنسان أن يبدأ في تلاوة كتاب الله، وأن يعمل بما فيه، ولا ينسى حق الله عليه من واجبات وما أوجبه الله على نفسه. واعلم، اعلم أن الله لا يكتب علينا شيئا وفيه مشقة أبدا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما كلفنا الله به فعلى كل مسلم أن يسعه هذا الأمر، ولا يوجد فيه مشقة. ومن وجد مشقة في طاعة الله وفي عبادة الله فليراجع نفسه، وليقف مع نفسه وقفة مهمة. لماذا العبادات ثقيلة عليه؟ لماذا إتياني إلى المسجد فيه كسل؟ وهذا من صفات المنافقين، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون أي في سبيل الله إلا وهم كارهون. فقف مع نفسك إذا وجدت من نفسك بخل، كسل، ثقل في الطاعة وفي العبادة، ثقل في التوبة والاعتذار إلى الله عز وجل، ثقل في الاعتراف بحق إخوانك وحق جارك وفي حق الناس. قف مع نفسك وسل نفسك سؤالا، لماذا يا نفس هذه الطاعات ثقيلة عليك؟ ألم تعلمي أن في ذلك خير؟ ألم تعلمي أن الله أعد للمتقين جنات عرضها كعرض السماء والأرض؟ ألم تعلمي أن من لم يأتي بعمل الله وطاعته وعبادته كانت عيشته ضنكة؟ ألم تعلمي أيتها النفس أن من أطاع الله كانت له حياة طيبة؟ ألم تعلمي أنك إذا أديت حق الله عز وجل أخلف الله عليك خيرا مما أديته؟ أيتها النفس، قف مع نفسك وقفة حقيقية وسل نفسك، إلى متى؟ إلى متى الإعراض عن ذكر الله؟ إلى متى الغفلة عن طاعة الله؟ إلى متى يسبقنا الناس إلى طاعة الله وعبادته ونحن في مكث وفي غفلة وفي سفول وفي نزول وفي دنو إلى الدنيا؟ قف مع نفسك وانجو بنفسك، والنجاة بالنفس في هذه الأوقات والله وبالله وتالله لا تكون إلا بالاستمساك بدين الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ليس هذا كلامي، إنما كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم
حتى يأتي أمر الله. إذا تغير الناس وإذا بدل الناس في دينهم، ما زالت طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم سائرة على كتاب الله وعلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما غيروا الناس وبدلوا في دين الله، أيغير الناس في دين الله ويبدلوا؟ نعم والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصف مشهدا من مشاهد يوم القيامة: وأنا فرطكم على الحوض فيزاد عني أقوام، أي فيبعد عني أقوام فأقول أمتي أمتي، أي دعوهم هؤلاء من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وبدلوا. يعني الذين بدلوا في دين الله وحبوا أهواءهم وأنكروا أمورا في دين الله واستحسنوا المحدثات والبدع وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه، بدلوا غيروا؟ نعم. والجزاء كما بعدوا عن دين الله في الدنيا أبعدهم الله عن حوض نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ياه على هذا العقاب. كلنا ندعي بأن نشرب شربة لا ظمأ بعدها من يد النبي صلى الله عليه وسلم أو من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لكن يا مسكين لا تدري أنك بقربك من دين الله ومن منهج رسول الله تتقرب يوم القيامة من رسول الله وتشرب من حوضه. فكلما تمسكت بدين الله في الدنيا وقمت على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نهجه ومنهجه كنت من الفائزين يوم القيامة ولا شك. وكلما بعدت عن دين الله عز وجل وانصرفت إلى الدنو إلى الدنيا وأحبت نفسك الشهوات وحب المال وغير ذلك من الأشياء التي ستتركها كلها وتذهب وتكبر في حفرة بمفردك، ولولا إظهار السوءة ما غطوك بالكفن، ستترك كل هذه التي تلهث خلفها وتذهب وتعود ويضيع وقتك وعمرك فيها، وحتى لن تشرب من حوض النبي. إنك لا تدري ما غيروا بعدك وبدلوا، فأقول أي النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا يدعو بالسحق على الذين بدلوا بعد مماته وغيروا. أليس الأمر فقط بأنهم لن يشربوا من الحوض؟ لا، في يوم شديد الحر تدنو الشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل، ومع ذلك يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الشفيع المشفع يوم القيامة لأمته، ويقول: يا رب أمتي أمتي. هو الذي يقول لمن غير بعده وبدل سحقا سحقا. فالأمر والله في غاية البساطة، والله الأمر في غاية البساطة في هذه الدنيا. الحق نفسك، أدرك ما بقي من عمرك، أين ستصرف وقتك؟ في طاعة الله وفي عبادته وفي تمسكك بدين الله، وأن يكون هو الأول في كل شيء. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، هؤلاء هم الذين قدموا دين الله ومدحهم الله في كتابه. وأنت وأنا كلنا يريد النجاة، ليس فقط من الدنيا، الذي إذا سار الإنسان إلى طريق الله نجاه الله منها، بل وأيضا يوم القيامة يكون من المقربين ومن الأولياء في الدنيا ومن الفائزين في الآخرة في جنات النعيم. فانتبه واحرص
ألا يضيع منك رمضان، بل لا يضيع منك عمرك. احرص، فإن رأس مال كل إنسان الوقت والعمر، إما أن يضيع سدى وهباء في أمور الدنيا، أو يكون من الفائزين في الدنيا والآخرة بطاعة الله وعبادته وجناته يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها وجلها، كبيرها وصغيرها، جهرها وخفاءها، سرها وعلانيتها. اللهم تقبل منا رمضان، وأحسن فيه أعمالنا يا رب العالمين، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.